إذا حب الله عبدا ابتلاه. فأنا مقتنعة بيها جدا، وباخد الابتلاء ده كأنه حاجة أنا هتعلم منها حاجات كتيرة قوي وهتزقني لقدام زي ما هي عملت فيها كده. انا سما، عندي 17 سنه. وانا عندي 11 سنه عرفت ان انا عندي كانسر في رجلي اليمين، وفي الاول كنت تعبانه شويه ومش بكلم حد وقاعده في قوقعه الادويه بتاعتي ومش بتعامل مع اي ناس. وبعدين بعد 6 شهور كده ابتديت ان انا اطلع بره القوقعه دي والون وارسم في ورشه العلاج بالفن. فحبه حبه ابتديت ان انا ما اهتمش ان انا باخد دواء واهتم بس للالوان، يعني بخش معاها في حالة سكون كده وان انا مش مبالية باي حاجة غير الالوان. وبعدين بعد ما قعدت 2 سنين بتعالج، وبعد ما خلصت علاج قررت ان انا احول الالوان دي لمهنة تنفعني وتنفع غيري. فقلت ان انا اشتغل في الاكسسوري، حاجة فيها الوان وانا بعرف اعملها، فليه لا ما اعملهاش ليه يعني. فابتديت اعملها بقالي 2 سنين، وقفت لما تعبت ورجعت تانية بعد ما خلصت. وسط تعبك وسط ألمك لسه عايش برضو حلمك. زي ما قولك كنت متحطمة نفسيا في الأول، وبعدين قررت إن لأ ما ينفعش كده، أنا لازم أطلع من القوقعة دي عشان خاطر أتعلم من تجربتي دي، ومش زعلانة عليها خالص، يعني فرحانة إن أنا دخلت التجربة دي وطلعت منها بالشخصية دي وبالحاجات الأفكار اللي عندي دلوقتي. وفضلت بقى أن أنا أطور من نفسي في الديزاينز بتاعتي، وعملت حاجات كتيرة بقى، أن أرسم ألوان بألوان زيت وألون مانديلا، وبعد ما برتبهم برسمهم بلونهم على الموبايل وأشوف شكلها هيبقى حلو ولا وحش، ما عجبنيش أغير لون حاجة أغير شكل الحجر، كل ده على الموبايل قبل ما أعمله يعني. وبعد ما بعمله على الموبايل بروح منفذيه، طلع حلو يعني ده حلو جدا حاجه كويسه، طلع وحش بروح راحه مغيره فيه الوان على الموبايل وجايباها وعاملاها من الاول تاني. الاحجار العقيق والاماتيست، وبحب السيلفر قوي، بحب السيلفر جدا، بحب اعمل منه حاجات كتيره، انسيالات وانكلتس كذا حاجه. وسط تعبك وسط فعلا بروح المستشفى كل فتره، بروح اعلمهم يلونوا ويرسموا ويعملوا هاند ميد، وبتبرع على طول للمستشفيات، ومش شرط التبرع يكون مادي، ساعات بعمل حاجات هاند ميد لاطفال بنات واولاد وانزل اوزعها عليهم في المستشفيات كنوع من انواع الفرح، يعني هو ان هم يبتسموا بحاجه بسيطه جدا ده شيء بالنسبه لي كبير جدا، فدايما بعمل كده ومش هبطل اعمل كده. ان شاء الله ناوي ادخل اعلام، وناوي اخش ادبي، وناوي جنب المجال ده ان انا انزل اتبرع في كفالنتير، الناس اللي هو بيروحوا على طول يقعدوا مع الاطفال باستمرار، مش زي ما انا بروح متقطع، ناوي اروح باستمرار يعني اتبرع فعلا كشخص للمستشفى فالنتير. ده هعمله قريب ان شاء الله، بس هظبط امور دراستي الاول. اي حاجه بتحصل حتى لو قد كده نتعلم منها، لان هي فعلا بتعلمنا حاجه احنا ممكن ما نعرفهاش في ساعتها، بس بعد كده بنعرفها، فدي حاجه كويسه قوي. ودايما نبص لنص الكوبايه المليان، انا كشخص دايما ببص لنص الكوبايه المليان، حتى لو في حاجه كتيره قوي وحشه اكيد في حاجه صغيره كده كويسه دايما ببص لها، بصوا لها هتتبسطوا. او لما المشروع يكبر ان شاء الله.